الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم سعادة الدنيا والآخرة، وجعلكم الله ممن أحبهم ورضي عنهم ورفع درجاتهم، وأسأله جل وعلا أن يتولى شأنكم كله. وبعد، فإن من أفضل ما يقدمه الإنسان لآخرته أن يكون ممن يدرس العلم ويتدارسه ويجلس في حلقات العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم. ولعلنا أن نشرف بأن نقرأ شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكون بذلك ممن سار على هذا الطريق المبارك، طريق طلب العلم. فنقرأ أحاديث من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، فلنستمع لشيء من الأحاديث في ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في كتاب التيمم: وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش ونحن داخلون المدينة انقطع عقد لي كنت استعرته من أسماء رضي الله عنها، فهلكت القلادة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل، فأقام على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فلكزني لكزة شديدة فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء في قلادة؟ فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي وقد أوجعني، فبي الموت، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، وحضرت الصلاة فالتمس الماء فلم يوجد، فأنزل الله آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه لعائشة: لقد بارك الله فيكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه خيراً وبركة. قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وفي رواية: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماءً فصلوا بغير وضوء، فوجدوا القلادة، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فأنزل الله آية التيمم. قول المؤلف: كتاب التيمم. المراد بالتيمم قصد التراب للضرب عليه، وذلك أن من فقد الماء شرع له أن يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد اختلف أهل العلم فيما يضرب عليه، فعند فقهاء الشافعية والحنابلة لا يضرب إلا على تراب له غبار، وعند المالكية
يضرب على كل ما كان من جنس الأرض كالصخر والرمل ونحو ذلك، وعند الحنفية يضرب على كل ما صعد على الأرض. ولعل مذهب الحنفية في هذه المسألة أرجح، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب على الجدار وضرب على الرحل للتيمم. وعلى كل، فالتيمم ليس طهارة لذاته، وإنما هو تهيئة نفسية لدخول الإنسان بأن يكون قد قام ببدل عن الطهارة. وهناك اختلاف فقهي، هل يعتبر التيمم طهارة بالاعتبار الشرعي أو هو مجرد مبيح لأداء ما تشترط له الطهارة؟ فعند الشافعية والحنابلة أنه مبيح وليس بمطهر، وعند المالكية والحنفية أنه مطهر، وقولهم أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ومن فضل الله عز وجل على الناس في هذه الأزمنة، خصوصا في هذه البلاد، توفر المياه ووجودها في كل مكان بعد أن هيأ الله وسائل لتحلية مياه البحار ونقلها الأمتار بل الكيلوات العديدة. وهذه نعمة من الله جل وعلا على العباد أن يشكروها، كما أن الله تعالى يسر للناس وسائل التنقل، وبالتالي يكون البحث عن الماء سهلا يسيرا، بإمكان الإنسان أن يتنقل ليجد الماء بواسطة هذه الوسائل والمركوبات الحديثة. وهذه نعم من الله جل وعلا. ولذا فإن التيمم لا يشرع إلا عند عدم الماء، لقوله: فلم تجدوا ماء. أما من وجد الماء ولو كان فيه شيء من الطلب أو البحث أو الانتقال اليسير، فإنه يلزمه الوضوء ولا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم. وقد يكون عند الناس شيء من الأمراض الجلدية التي تمنعهم من استعمال الماء، فحينئذ ينتقلون إلى التيمم. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، والبيداء مكان مجاور للمدينة سمي بهذا الاسم لارتفاعه، وهو قريب من ميقات أهل المدينة أو بذات الجيش، وهي منطقة قريبة منها. قالت: ونحن داخلون المدينة، يعني على وشك دخول المدينة، انقطع عقد لي، يعني أن العقد ما يوضع على العنق من أدوات الزينة، وقد يوضع من ذهب وقد يوضع من خرز وقد يوضع من غيره. وتقول: انقطع عقدها الذي يوضع على رقبتها. وهذا العقد قد كانت عائشة استعارته من أسماء، طلبت منها أن تعطيها هذا العقد من أجل أن تلبسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترده بعينه. قالت: فهلكت القلادة، يعني أنها انقطع حبلها وسقطت من رقبتها. وحينئذ أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه برك بناقته في ذلك المكان وجعلها لا تغادره، ونزل أي استقر وأقام في ذلك المكان. فأقام على التماس، أي من أجل البحث عن ذلك العقد، وأقام الناس معه، فهو قائدهم صلى الله عليه وسلم. وكانوا ليسوا على ماء، يعني المكان الذي هم فيه لا توجد به آبار يتمكنون من إخراج الماء منها. فأدركتهم الصلاة، أي جاءهم وقت الصلاة،
وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم قالوا له كيف نصلي ونحن لم نتوضأ. فأتى الناس إلى أبي بكر، ذهبوا إلى أبي بكر الصديق وهو والد عائشة رضي الله عنها، فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة وهي ابنته، وكأنهم يشتكون من فعلها. أقامت، أي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ويقيم في ذلك المكان، وأقامت بالناس الذين معه وليسوا على ماء، ليس عندهم آبار قريبة وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها زوجته قد نام، فجاء أبو بكر فضرب في جنب عائشة، تقول عائشة فلكزني لكزة شديدة، أي ضربني ضربة شديدة على جنبي. فقال أبو بكر لابنته عائشة حبست، أي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم في هذا المكان محبوسا والناس معه وليسوا على ماء من أجل قلادة، من أجل قلادة. فقالت عائشة فعاتبني، أي أكثر من توجيه اللوم والعتاب إلي، وقال ما شاء الله أن يقول، يعني أنه تكلم في ذلك كلاما كثيرا. تقول عائشة وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، والخاصرة في جنبها، وقد أوجعني ضربه في فبي الموت، يعني أنه ألم شديد جدا كأنه ألم الموت. تقول عائشة فلا يمنعني من التحرك، أي الابتعاد عن ذلك المكان تفاديا لضربات أبي بكر، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذي، فلم تكن تريد أن تزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن توقظه. كيف ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ عائشة؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان في مكان لا يوجد فيه الماء، وحضرت الصلاة أي جاء وقتها، فالتمس الماء أي بحثوا عن ماء من أجل أن يتوضأوا به، فلم يوجد الماء، فحينئذ أنزل الله تعالى آية التيمم في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فكان هذا من التسهيل على العباد. ولذا قال الصحابي الجليل أسيد بن حضير لعائشة لقد بارك الله فيكم يا آل أبي بكر، أي جعل فيكم بركة لأنكم كنتم سببا من أسباب نزول الخير على العباد، ألا وهو بنزول مشروعية التيمم. وهذا ليس بأول بركتكم يا آل أبي بكر، جزاك الله خيرا. فدعا لها وعرفوا فضلها بعد أن ظنوا أنها سبب من أسباب إقامتهم في مكان لا يوجد فيه ماء يتوضؤون به للصلاة. قال أسيد فوالله ما نزل، أي ما حصل لك واقعة ولا نزل بك أمر فكرهته، أي لم تكون راغبة فيه، إلا جعل الله لك منه مخرجا، أي سببا جعل فيه سببا من أسباب الخروج من هذا الأمر المكروه، وجعل للمسلمين فيه خيرا
وبركة. قالت فبعثنا، أي لما يئسنا من أن نجد القلادة أمرنا البعير فقام، فلما قام وجدوا العقد تحت البعير في المكان الذي فيه البعير. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث، أي أرسل ناسا، أي مجموعة من الخلق، رجالا من أصحابه في طلب هذه القلادة، فأدركتهم الصلاة وليسوا على وضوء وليس معهم ماء ولم يجدوا ماء، فصلوا بغير وضوء فوجدوا القلادة. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ذلك، يعني ذكروا له أنهم قد صلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم. ولا يمتنع أن يكون الأمران قد حصلا معا، بحيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقام على غير ماء، وفي نفس الوقت بعث بعض أصحابه ليبحثوا عن هذه القلادة في الطريق الذي مروا به، وحينئذ تجتمع هذه الروايات. في هذا الحديث من الفوائد جواز السفر، وأن الأصل فيه الإباحة، وجواز أن يسافر الرجل بأهله وزوجته. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الاستعارة وجوازها، وفيه استعارة الذهب والقلادة ونحوها، واستعارة ما تتجمل به النساء كاستعارة العروس للثياب التي تلبسها في يوم زفافها. وفي هذا الحديث فضل أسماء بنت أبي بكر حيث كانت تعير لأختها. وفي هذا الحديث أيضا بحث الإنسان عن ما يفقده من ماله ولو كان يسيرا. وفي هذا الحديث أيضا أن الإنسان قد يذكر حاله لغيره متى ظن أنه سيفيده برأي أو مشورة، كما ذكر الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من فقد الماء. وفي هذا الحديث الحديث مع الوالد عن ولده من الذكور والإناث. وفي هذا الحديث فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانته. وفي هذا الحديث تأديب الإنسان أهله وأبناءه فيما يرى أنه يصلحهم ويعود عليهم بالخير، كما فعل أبو بكر مع عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث مكانة عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلها. وفي الحديث أيضا وضع الزوج رأسه على رجل وفخذ زوجته لينام عليه، متى كان مثل ذلك معتادا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد استعمال لفظة التعريس في البقاء في الليل. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد صبر الإنسان على ما يناله من ألم ووجع، كما صبرت عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث تقدير أصحاب المكانة والمنزلة، بحيث يتحمل الإنسان ما يناله الأذى من أجل ذلك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث مشروعية التيمم، وأن من فقد الماء فإنه ينتقل حينئذ للتيمم، والتيمم واجب لمن فقد الماء لقوله تعالى فتيمموا، فهذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وفي الحديث إطلاق لفظة البركة على بعض ما يكون في الدنيا، لكن لا نثبت أن شيئا من الأشياء مبارك إلا بدليل، سواء كان من الأدلة الشرعية
كمعرفتنا ببركة مكة والمدينة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو بمعرفة ذلك بالتجربة، فإنما نال الإنسان منه خير وتعدد فيه ذلك الخير فإنه يعرف أنه مبارك. ولكن لا نثبت لشيء من الأشياء اسم البركة أو وصف البركة إلا بدليل، فلا يقال عن فلان بأنه مبارك إلا بدليل من شرع أو دليل من حس وتجربة. وفي هذا الحديث أيضا جواز أن تنسب البركة لبعض المخلوقات متى عرف ذلك بدليله، ولكن هذه البركة مستمدة من الله تعالى، فهو الذي يبارك في بعض عباده وبعض مخلوقاته، فليست البركة ناشئة من ذات المخلوق، وإنما يجعلها الله تعالى في بعض المخلوقات. ولذا لا يصح أن تقول تبارك فلان، لأن تبارك بمعناه أنه صنع البركة وعظمها، فإن هذا اللفظ تبارك خاص بالله تعالى، كما قال تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وبالتالي لا يجوز أن نجعل شيئا من الأشياء يمد البركة إلا بدليل، مثلا ماء زمزم ماء مبارك لورود الدليل في ذلك، لكن غيره من المياه لا نثبت لها بركة إلا بدليل. وهكذا لا يجوز لنا أن نستمد البركة من شيء بدون أن يكون هناك دليل شرعي. مثلا جاءنا في الحديث البركة في زمزم من جهة شربه والتضلع منه، فلا نثبت له بركة في طريق آخر كتغسيل ثياب أو نحو ذلك إلا بدليل وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الكعبة مباركة، لكن لا نثبت أنه تستمد منها البركة بالتمسح أو التقبيل أو نحو ذلك إلا ما ورد فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا اقتصر المسح على الركن اليماني، واقتصر التقبيل على الحجر الأسود. وهكذا لا نثبت بركة لشخص أو لمقام أو لقبر أو لولي إلا بدليل من أدلة الشرع. وإذا أثبتنا في شيء بركة فلا نثبت له استمداد بركة بأي نوع من أنواع الاستمداد إلا لدليل يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يكره أمرا فتكون العاقبة الحميدة في ذلك الأمر الذي كرهه. وفي هذا أيضا بيان أن بعض الوقائع التي لا يرغبها الإنسان قد تعود عليه بالخير وتعود على غيره. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من صلى ولم يجد ماء ولا ترابا فصلى بدون وضوء وبدون تيمم صحت صلاته، كالموثق، يعني لو وجد شخص قد ربط فهو لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، فيصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن من صلى بغير وضوء بالتيمم صحت صلاته ولا يؤمر بإعادتها، وهكذا من صلى بدون وضوء ولا تيمم لكونه لا يستطيع فإن صلاته صحيحة ولا يؤمر بقضائها. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يغفر الذنوب وأن يرفع درجاتكم وأن يجعلكم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم كن معهم مؤيدا نصيرا، اللهم تول شأنهم كله بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. اللهم بارك في ولاة أمرنا وجازهم خير الجزاء، واجعلهم أسباب هدى هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.